الساعة أنا رجل شحال الساعة أي العشرة العشرة علاش ما نطينيش علاش نوضك ما على بالكش اليوم نخدم معاه اليوم ولي على بالي أنا المير وصاني المير وصاني قال لي اليوم أي جاي لا كوميسيون دونكات لازم أنا نوقف نكون حاضر بيان سير هما طفوا التليفونات المير ولا جوان والسكرتير نفوا واحد الوار لقسنطينة واحد بجاية وقالوا لي انت لازم المسؤول تاع لاميري اليوم فوالا باسكو لا كوميسيون دونكات لازم تديها على المضاربة النظاف وتستقبلهم طري طري بيان باش تطفر فيا انا علاش ما تنوضينيش دوك يكونوا جاو ولا انا قاعد انا في الدار خاطيني اسمح لي خاطيك فوالا راهي فيبري فوالا على بالي وقت على بالي جو السكرتارية فوالا ايري كوندي كوندي الو الو تاي الو وي مساء الخير ايه انا مرت فارس ايه باش نقول لكم برك باللي فارس ناس ملاح بلي خاطيه المشاكل داكو دونك سكرتير ماشي سكرتير جينيرال ايه سكرتير جينيرال ومشتقاته كامل كاع نفو كما قال لي دوكا حبوا يحصلوا فيه ويمسحوا فيه الموس وانا نقول لك الصح انا ما نحبش لا جوستيس هاديه راجلي خاطيه فوالا وباش نزيد نقول لك حبوا زعما سوا ديزو هو اسمعوا ليها حبوا هو زعما يوري لكم مناطق نقيه ما تقعدوش بينا شغل باينه بلي امبوسيبل حبوا سما شغل حبوا يحوسوا هذه هي فوالا واش نقول لك صحه خويا با بون جورني فوالا كاش نهار ان شاء الله بقى على خير اونفوار لك كيفاش ناسي فريوها تاكل في روحك من الصباح واش درتي درتك قلت لهم لا هادوك نفو وهذا ما كان فسمعتني نهضر على كل حال فوالا سي بيان بونجور لو شوماج سي اش او شو اون عرب بالعربيه الشوماج صباح الخير يا الشوماج مرحبا اهلا وسهلا خسارة عليك طاطا والله خسارة عليك كيف طاطا تعبت الدنيا وما نجيش من البوحة مي أنا ديجا دوك كاباب أنا نقولش حتى الغدوة شوفي طاطا ما تكسرش كاع راسك أنت درتي اللي عليك والباقي عليا سي فغي أنا نقول لك هي من داك ما تحبش تجي كدا بصح ولا غير نجيب تجيلي بجلاف ميرسي بوكو طاطا إن شاء الله إن شاء الله على ربي صح طاطا صح طاطا إيمان اكتيفي 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 جيفي 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 شوفي كاين اون بون اي موفيز نوفيل باش تحبي نبدا لك لا موفيز باش لا بون لالي المورال ابري اوكي شوف وي اكتيفي لا موفيز اي ديزولي اسمحي لي بزاف راه فازي يماك عاودت نرى الفطور هادي موفيز هادي كافيتا هادي يقدر الانسان يحبس قلبه كي يسمع هاد لا نوفال انا ديجا 20 مينوت تاع الخطبه وتاع العفس اللي حملتهم قعدت 6 شهور وانا سويفي عند بسيكولوج نو سي نورمال جو تو كومبرون عطيني لا بون نوفال سيل تو بلي باش يطلع لي المورال لا بون مالي شويه خشبي لا مالي عايا لا ما شاء الله لا ما فاتنيش بشي مالي شويه الله هكذا تخوشي ما حبتش تصوني قدور وين عم سي منصور حنا قرينا كي كنا صغار السنة الأولى مع بعض نعم قرينا وقعدنا في طابلة واحدة يعطيك الصحة يا قدور وي شفيت صح قدام التاقة يعطيك الصحة يا قدور يا حصرا يا قدور يا حصرا ذكريات يا كنت نجي الأول ثاني ثالث تقرا كنت صغير تالت مع الاخرين بصح ماشي مع الاولين نسيت نسيت كانوا يديك الشيخ حتى البيرو يحكموك منا ومنا يدخل عليك حتى تشمخ روحك تشمخ روحك لا لا كنا صغار كنا نتشمخوا باللعب ونتشمخوا بالشتاء هذاك هو التشمخ وكانوا على الخرجة يضربوك ايه وتروح تبكي للدار معلش لكن مفكرها هذه قول ما كيت حتى حاجة قول
كل قطو. صحة صحة نحالي طبيب عادية. اي وعلاش حاب نزيد لك شوية تيزان؟ لا لا صحة سي منصور نروح انا. اي سلمك سلامك تعرف تليف خاطر اخرى ان شاء الله. يسلمك زور زورنا زورنا دار دارك. ايه يا قدوري يعطيك طريحة. ايه شمخ روحك. ايه اه وانت البرومي دو لا كلاس حتى عشيت انت لو ديرني دو لا كلاس. ايه انت كلش. لا لا هذيك جيني. مسرحية لعبناها مسرحية زعما كنا صغار. ايه وكشفك. ايه كشفك صاحبك. ايه كشفني. ايه برومي دو لا كلاس هذا ما يجيش يولي لهنا. سهرة ممتعة مع اتصالات الجزائر. طوال حياتكم وفي كل لحظة نوفر كل الإمكانيات لتكونوا قرب أحبائكم مهما بعدت المسافات في كل وقت نقربكم من الأعزة وباستمرار شبكاتنا وخدماتنا تفتح لكم أبواب المعرفة لتجعلكم أقرب من مستقبلكم في كل مكان وكل زمان نقربكم ونتقرب منكم اتصالات الجزائر دائما أقرب بفضل المكتبات الكبرى ودور النشر الدولية المرموقة يمكنكم تنمية معارفكم وإثرائها حان الوقت للمعرفة أن تسافر وتجوب المسافات لتنيركم حيثما وجدتم نقرة بسيطة من طرفكم تقودكم إلى المكتبات الرقمية لاتصالات الجزائر التي تفتح لكم صفحات تروي عطشكم المعرفي بكل ثرائها وتنوعها في مكتبتي المعرفة في متناولكم بنقرات اتصالات الجزائر دائما أقرب بدلي 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 ظلي دايره مواكل بدلي ديري تهدي واش بيك خلعتني وعلاش ندير تزاير علاش تزاير راح نجوز في التلفزيون انت تجوز في التلفزيون لا بلاك صلاني ريق مريض نورمال ما زيد شباب ونقدر نجوز التلفزيون هاي الداير بصح ما فهمتش انا كيفاش لاقيت مع التلفزيون شي كنت هابط هابط انا في الجزائر هابط في ديدوش هابط كالعاده سقاويت رفد قوبلي قهوه هابط وحده وحده في ديك صديق صدار حتى جاي وحده تجري بكاميرا ورفد ميكرو منايا وقلت لي جري تاع كاميرا انا شت كاميرا عرفت بلي هذه تلفزيون وما قالت لي مس الخير قلت لها مس الخير باينه قلت لها مس الخير واش حبيتي نقولها اي ومن بعد قالت لي خويا سقسيوك اي قلت لها ما كاش مشكل اه واخا لا جازت وما على باليش هذا اي كمل لي كمل ومن بعد كي داروا لي عاد انا كنت جالسه في التلفزيون باين هذاك انا مانيش كنت داخل اسكت اسكت خليني نسمع واش قلت واش حشباب شوفي راسلك يهبل في التلفزيون شوفي واش انت في التلفزيون شتي اسكت شويه خليني نسمع شوف من جاب المرقه شتي شوفي شوف عادل عادل ما تهبلنيش انا تفضحني في التلفزيون قدام الناس تقولها انا نقول لك واش تجيب ما تقوليش اني نهضر على النساء اون جينيرال وانت ما قلتش عليك هكذا وانت مرتي ما تبلعتني ما نبلعتك شوف راك فضحتني والناس كامل شافوا فهمي فهمي بالعقل على كي تعيطي هذه هي اللي ما حبش في التلفزيونات تاع الجزائر انا يكوبي ويكوبي وينحي وكاع الهضره مليحه يا اخي هضرت مليح عليكم بعد يكوبي هما يكذبوا اي يكذبوا هما شفع ليها ملي عادل بيك روحي روحي على كيف خلقها معرفتك الصحة على بارك مونتير فور كخلى باللي أنا ينحب الزواج ومرتي هذه اللي معاها لقيا ومريضة وديتها غير على جال بابها ويماها مساكني طلبوا وهي مهبولة الله غير مزية ما دارهاش مزية يا ربي مزية فورتها مونتير خير
القانون هو مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل على تنظيم المجتمع. فوالا صافي بيان. الدستور، الدستور هو وثيقة تعتمدها الدولة ك نولي القانون. خير خير خير. القانون هو مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل على تنظيم المجتمع. فارس فارس صدعتني يا خو، من الصباح راني نزيد لها ما نسمع والو. سكتي نرجس سكتي، لازم نحفظها اليوم سينو غدوة ثرت عليا. انت تاني ديغنيغ مينوت جاتك الحفاظة. لا انا غردي، انا غردي، هما اللي فورصاونا قالوا لازم سي تان روسيكلاج، لازم ندير روسيكلاج كامل. واش داك تقبل؟ واش داني نقبل؟ باوي. والخبزة، الخبزة شكون شكون اللي ياكل الخبزة؟ شكون؟ أبا قالوا لنا هذه المرة لازم لحقنا الوقت العصرنا، العصر هذا تسمى لازم يعصرونا. الوغ شو بليجي دابخوندر القانون. خلاص خلاص شحال راكم كاتبين؟ بزاف وجبة، بزاف بزاف بزاف. اوكي تخي بيان، شحال راك حافظ؟ ماشي بزاف كاع، ماشي بزاف، ماشي بزاف. الور الور. القانون هو مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل. عمري صيف وخريف ما بيعيش لحظة بلا يا حبيبي من زمان. والو كي خلص لا فيزيت، كي خلص لا فيزيت. تعرف ليتوكس عنده وما جاز مقبل قدام. القانون هو مجموعة من القواعد والأسس التي تعتمد عليها تنظيم المجتمع. عادل على بالي على بالي، راني شيت وذني نجدد دام بنديرهم خاطر هذو خلاص انثقبوا من العياط. شفت واش صرا لي؟ شفت واش صرا لمرتك؟ شفت واش صرا لك؟ واش صرا انا كامل الناس يتكبروا عليا وكي يشوفوني يبدلوا وجههم ويروحوا. انت يتكبروا عليك؟ شكون هذا اللي تكبر عليك؟ الحفافه تاعي عادل شافتني بدلت وجهها. الدنيا الدنيا حفافه. ودي الحفافه اللي تمشطي عندها شعرك تي دائما 10 سنين وانا نمشط عندها، ونزيد نقول لك مال فنمد لها البوربواغ. شحال 10 سنين؟ الدنيا ما تباني يا بنت الناس، طلي مكشر دارك. بس هذه الحفافه ماشي نورمال. ايه كيفاش تي تحفي عندها منا وزعما دارت روحها نساتك؟ انا فولغانيزاتور يشفع عليا كي نعمر رودا عنده، انت تظلي تحفي عندها نسي... هذه مريضه بلايزايمر باينه ما عندهاش لا ولا تديرك على خطر ولات ديبوتي في البرلمان. الدنيا الكلبه. شفت شفت والله. هاي ديري لامان، ديري واحد في لامان يروح للبرلمان. سبحان الله، من البروسا والسيشوار للبرلمان مليح فور كاع. اسم هذه كي تقعد تقول له سيد الرئيس راني موافقة على اللي تخاس، وما تهبط يدها وتعاود تطلع يدها، سيد الرئيس راني ش موافقة كاع على اللي غولوغ، وش يعيطولهم لي غولوغ هذوك ولا شينيو، ومن بعد تقول له شوف سيد الرئيس لا كولوغ مانيش موافقة عليها. ايش اوبلي باسورد؟ التليفون صوني، التليفون صوني. ايه بس عادي اونكو بس لاعب لاعب فلاس شوي بس